أول إشي 4 معالق كبيرة من الزبدة، علبة حليب مكثف محلى، نص كوب كاكاو غير محلى، 50 جرام شوكولاتة مقطعة قطع صغيرة، ورشة هيل مطحون، هذا اختياري. أما للتزيين فهو حسب الرغبة، بتكون فستق حلبي مطحون، جوز مطحون، حبيبات ملونة، كاكاو، وممكن نحشي الكرات بالتمر المفروم أو حتى بالمكسرات. يعني شفتي مقاديرها عن جد غير مكلفة بالمرة وسهلة كتير وبتخلص على سريع، يعني جايكي ناس سهلة تخلص. سهلة كتير. فارس الترك صباح الخير، أم نورهان التركية بدأت تسأل الشيف إنه لازم تخمر الخميرة قبل العجن، وإذا في مجال كم الوقت اللازم عشان تخمر؟ 10 دقائق بتحطيها في مي دافية ومعها شوية السكر، هي المقدار تبعنا، وبتحركيها نتفة صغيرة وبتتركيها 10 دقائق، بتصير تطلع فورة هيك على الوجه، معناتها جاهزة. تمام، أنا رح أجيب الجاهزين من الفريزر من الثلاجة عشان أحطهم جنب. أوكي. سوسن السيد يسعد صباحك يا سوسن، شكرا لك على الكلام الحلو. ميسون سرطاوي كمان صباح الخير، شكرا لك. شايفين هيك رح يطلعوا هلا ان شاء الله معنا. لا ما احلى الشكل ايمان، لذيذين كثير حلوين. بس عبل ما تذوب الزبده، انا عبل ما تذوب الزبده بدي اورجيهم كيف بتتشكل الطبقات. موضوع كثير سهل. شو حلو هي الزبده تبعك. هلا الخلطه اللي رح نعملها تطلع هيك شكلها، اوكي، طعمها كثير كثير زاكي. بنحط على ايدنا شويه زيت، نقطه زيت بنحط هون، اوكي، نقطه صغيره بس، زيت زيتون، زيت زيتون، زيت زبده، ما بفرق اي شيء، بس المهم لا 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 هي بس عشان ما يلزق نقدر نكور. اوكي هلا هون يمكن اطلب مساعدتك شوي. اوكي بس اذا بغلبك تفتحي لي الورق هي. عرفتيها؟ بعدين بنحطها بال سبرينكلز. لقيتيه؟ مختفي هو بس لقيت هيدا. شايفة؟ بس الموضوع هالقد بسيط. تمام. بعدين بدي في عندي جبش بسكوت كثير كثير بيطلع زاكي، اذا بتكسري بسكوت وبتحطيه جوا. والله كيف بتحبوا الليزي كيك؟ بنحب الليزي كيك طبعا، فبنكسر شوي هيك جوا. حلو اللي بالفستق الحلبي كمان، وبالفستق الحلبي بتقدر تحطي لها جوا فستق، بتقدر تحطي تمر. هلا هم بحطوا لها كمان الهيل، انا يعني انا بحط لها هيل لانه بحب طعم الهيل مع التمر. بس هو مش شرط يعني. لا مو شرط، بس عم بتدوب هي شكلها. نكورها ونلتهم باللون اللي احنا بدنا اياه، بدك تحط تلتيهم بجوز فستق اللي بدك اياه. شو المحلاهم؟ يعني هدول لحفله عيد ميلاد، لضيافه للعيد. يعني مش شوكولاته يعني. بتعرفي انهم سهلين لضيافه العيد، انت بتروحي تشتري شوكولاته، هدول هم مش صح شوكولاته. بس قولي لي هدول بالثلاجه لازم ينحط بالثلاجه. اصلا اسكى ابردي بس تميها على النار بعد ساعه بصير هيك شكلها. والله خلص تصير جاهزه للتقديم. تجمد على طول. نعمل لون بني ثابت. يعني نقطه بقيه، خليني اجي اعملها عشان ورجي الصبايا كيف بتطلع. شوفي يا ستي، بنحط فوق الزبده بنحط حليب مكثف محلى، حليب مكثف محلى صبايا، مش الحليب المبخر. المكثف المحلى. وبنحركه معها، يعني فيهاش شي خطوات صعبه ولا. مع الزبده، مع الزبده العلبه كامله وزي المقادير اللي موجوده. حط لك هدول كمان شوي ولا خلص؟ خلص يسلب وقتك. بعدين نضيف فوقها الكاكاو، الكاكاو غير محلى لانه مش ناقصها، يعني مش ناقصها حلاوه مع الزبده وال حليب المكثف المحلى. المكثف ما في داعي. سوري بس اوكي بنحط لها الكاكاو، بنضلنا نحرك. هلا بنضلنا نحرك لحد ما نحسها صارت شقفه وحده، كيف لما بنعجن بتصير العجين شقفه وحده، بنضلنا نحرك لا تصير كلها شقفة واحدة. أنا رح أحط لها شوية شوكولاتة، اللي ما عندها شوكولاتة ما في مشكلة، اللي إذا ما في شوكولاتة ما نفس الطعم بعض. هي بتذكي الشوكولاتة وبتخليها تمسك أكثر. بس إذا ما في ما في مشكلة، وإذا ما في كاكاو كلها شوكولاتة، يعني بدك تحطي المقدار كله شوكولاتة أو المقدار كله أو كاكاو أو نص بنص. هلا بتشوفي بدي أغلبك بس هي طالعة زي الكيك. هلا بتشوفيها بس طالعة. هلا بتطلع عليها مرة واحدة طعمتها زي الكيك، زي كأنه فيها طحين حتى حسيت. لا فيها، عشان هيك ما استغربت إنه ما فيها. خليني أعمل كمان، نعمل هيك ألوان حلوة.
يعني على العيد لما تحط فيها تمر وبسكوت كثير مناسبة. عيد ميلاد الأطفال تقدر تحط فيها بسكوت مثلاً شوكليت شيب. والله فكرة. هلا هم بيعملوها سادة بالبرازيل وهلا انشهرت بأمريكا كثير شيء يعني وبيعملوها تشتري الكيلو بصير قديش حقه يعني والله. وشوفي قديش سهلة يعني ما تكلفش. شايف هلا بلش تمسك شايف بتغير لونها بلشت تمسك معك بتغير لونها سهلة صراحة كثير. راح أحط لك نقطتين لأني أنا بحبه بزكي يعني ما بعطي طعم مزعج. طريحة حلوة. هلا الصبايا اللي بيحبوا يعملوها تطلع مثلا بيحبوا يعملوا صحن مشكل فانيلا وشوكولات حطي بدال الكاكاو شوكولاتة بيضة. والله بتطلع بيضة بتطلع زي هاي بيضة وبصير أنت عندك بتدري لما تضيفي يكون عندك أبيض و... والله فكرة حلوة. نكمل الصحن تبعنا عشان ما في إشي زي الكاكاو ولا الشوكولاتة البيضة باودر. إيه لا لا بس تقيمي نفس المعيار تحطي بداله شوكولاتة. أوكي ملنا نعمل أخضر غلبتك فيها أنا. لا لا بالعكس أسكى إشي تحريك الشوكولاتة. عن جد رح أعمل كمان واحدة أبين بعدين سريعة. أنا شفتي شوفي كيف بلشت تمسك طلعي هيك خلي الصبايا يشوفوا طلع كيف بلشت ما أحلاها. بدها كمان بدها وقت عنها أنا لسه تمام لازم تبطل تلزق على الجناب خلص تتماسك تصير شافة واحدة بس ما لازم نعلي عنها النار إيمان. لا 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 هيك زي ما نحن على نار متوسطة احنا ما بدنا اياها تنحرق ولو طلطعنا اياها تكون زاكية. احلى منظر هون عن جد بتجنن تعرف ضيافة العيد احلى ضيافة للعيد احلى ضيافة حتى بعياد ميلاد الاولاد حلو انها الوان يعني بتقدري تعملي مثلا على لون فرضا اذا عامل عيد ميلاد بينك حتى اشياء البرداني بتحطيهم حلو جيك بيبي ولد تعملي ازرق وابيض مثلا والله فكره حلوه زهر وابيض للضيافه كثير طلع حلو صح ومن غير هالمجهود ومن غير هالتكاليف صح عالية. وطعمها زاكي والله كثير طعمها زاكي.